لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية، ناشية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه
فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بي الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للميتا. طلع البدر من ثنيات الوداع يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا إمام كل داع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Syekh Ammar Azmi Al-Rafadi Al-Zailani Al-Hasani, merupakan Imam Besar Masjidil Aqsa dari Palestina. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum Syekh. Kemudian yang kami hormati Wali Kota Dumai atau yang mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai ataupun yang mewakili, dan juga yang kami muliakan Bapak Saiful Arif dan Ibu Sulistiani yang merupakan orang tua mempelai pria beserta rombongan dari Jawa Timur. Selanjutnya yang kami hormati Poro Kiai pimpinan Pondok Pesantren, sesepuh Poro Pinisepuh, Bapak Ibu-ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, kaum kerabat handai tolan, para jemputan majelis yang dimuliakan, yang kecil tak dapat disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar, yang pejabat dengan kuasanya, yang alim ulama dengan kitabnya, yang cerdik pandai dengan ilmunya, yang tua-tua dengan puasanya. Pada saat yang berbahagia ini, izinkan kami mewakili Bapak Kiai Zainal Abidin beserta keluarga untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, cicit, tuan-tuan dan puan-puan jemputan yang kami muliakan pada malam hari ini. Hendaklah panas di siang hari, jangan berlarut sampai petang. Sangatlah cemas di hati kami, takut Bapak, Ibu, cicit, tuan-puan tak nak datang. Karena menjadi suatu kehormatan bagi kami kehadiran jemputan majelis sekalian, bahwa tanpa kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, cincin, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, tidaklah berarti sama sekali pada acara pada malam hari ini. Dan tentunya pada malam hari ini merupakan serangkaian syukuran, doa selamat dan walimat nurus atas terlaksananya ijab dan kabul Ananda Zohratul Lina wa Salwa dengan Arifat Nukman Hakim yang ijab dan kabulnya telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023 yang lalu di Jawa Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu, cincin, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, besarlah langsat di tepi kusut, besar tak muat di dalam peti, besarlah hajat kami menjemput, besarlah niat di dalam hati. Anak nelayan ke Teluk Belitung mencari ikan, sudahlah lama niat ini terkandung, baru hari ini kesampaian. Bapak ibu, cicit, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, maka untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu doa selamat tahkim tahlil yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Ahmad Tahmidi. Kami jemput dan kami silakan. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكافة من بلغهم السبيل والملائكة المقربين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا حاجاتنا ونيتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan kepada kedua mempelai, mudah-mudahan Allah menganugerahkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بما أنزل إليك وما أنزل
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. أبدو الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ضاقت إلا وفرجها الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة شاملة شافية اللهم إنا نسألك في هذا المقام وببركة ختم القرآن العظيم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم وارحمنا بالقرآن وانصرنا ببركة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن والطف بنا ببركة ختم القرآن اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم وإنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ولا تبقي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا ضالا ولا محروما اللهم وإنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع يا الله يا الله يا الله اللهم ببركة هذا المجلس وبختم القرآن العظيم بارك يا ربنا للعريسين اللهم بارك لهم في نكاحهم واجعل واجمعهما على خير واجمع بينهما على خير وارزقهما ذرية صالحة وابن بيتهم على لبنة الإسلام وكلمة التوحيد اللهم واملأ قلبه قلب اللهم واملأ بيتهم رحمة واملأ بيتهم وقلبهم سكينة ومودة اللهم وإنا نسألك أن تجعلهما من عبادك الطائعين المحسنين
واجعلهم لحقوق بعضهما مؤدين يا أكرم الأكرمين. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وإنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد ونورا في العلم ونسألك توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنا مع حبيبك محمد في جناتك جنات النعيم. اللهم وإنا نسألك محبة إلى نبيك محمد ونسألك شوقا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجمعنا مع حبيبك المصطفى يقظة ومناما واسقنا من يده يا ربنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك محمد اجعلنا من أهل القرب لديك. اللهم وإنا نسألك من خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة. اللهم وإنا قد اجتمعنا في هذا المجلس ولكل واحد من الحاضرين عندك مسألة، اللهم فأجب مسألته وأعطه سؤله وتقبل طاعته وارحم ميتا واشف مريضا. اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة لك ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وإنا نسألك رزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم وسع لنا وللحاضرين في الأرزاق وفي الأقوات يا رب العالمين. اللهم صب علينا وعلى الحاضرين الأرزاق صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نعوذ بك من كد الحياة ونكدها ونعوذ بك من غلبة الدين ونعوذ بك من قهر الرجال ونعوذ بك من الكفر بعد الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ونعمتك. اللهم وإنا نعوذ بك من الفقر بعد الغنى ونسألك الرضا ونسألك القناعة بما قسمت لنا.
اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم وإنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا الله بنا، يا الله بنا، يا الله بنا، يا الله بنا، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء، ولا تولنا بعد الهدى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وانقذ بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ببركة ختم القرآن وببركة ما ذكرنا وما سبحنا وما هللنا وما صلينا، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم واحفظهم بحفظك، واحفظ المسجد الأقصى، وحذر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم واحفظ آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا في غزة، واكتب لهم النصر والتوفيق والعزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإنا نسألك أن تجعل هذه البلاد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصلاة والصيام والقرآن، واجعلنا فيه من ختمة القرآن والعاملين بأحكام القرآن، وزينا بزينة القرآن، واجعلنا من أهل شفاعة القرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى إخواني من الأنبياء والأولياء والأقطاب والأنجاب، الفاتحة. Thank you.
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita ucapkan kepada Syekh yang telah memimpin doa kita bersama kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan doa kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga tadi juga telah sama-sama tadi kita mengikuti Mahalul Qiyam dengan semangatnya, mudah-mudahan juga membawa keberkahan buat kita semua, terutama buat kedua pengantin kita. Kiranya dalam mengayuh kehidupan bahtera rumah tangganya dalam keadaan aman dapat membentuk usratus sa'idah, keluarga bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya juga diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya perjodohan ini kiranya juga menambah ketakwaan kedua anak kita ini nantinya, dan tidak lupa kiranya tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kapolres Dumai dalam hal ini diwakili oleh Kasat Bimas Polres Dumai Bapak Anto, kami mesti tanya Pak. Kepada Bapak Ibu liputan yang dimuliakan, mohon bersabar sejenak, satu acara lagi akan kita ikuti biar lebih berkah, dan tentunya bukan berkah buat kita, insya Allah juga kampung kita akan dijauhi dari mara bahaya. Amin. Ini warahmatullahi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أولا أشكر الله عز وجل الذي جمعنا بهذه الوجوه الطيبة، ثم أشكر فضيلة الكياهي خادم هذا المعهد المبارك الذي تفضل علينا بالقدوم إلى هذا المعهد المبارك. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، أن يطيل في عمره، أن يرزقه الصحة والعافية، وأن ينفع بعلومه الشريفة. آمين اللهم آمين. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Syekh Dr. Sayyid Ammar Azmi Al-Fatih Al-Jilani Al-Hasani mengawali nasihatnya dengan mengucapkan salam untuk kita semua dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan pujian pembacaan selawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengucapkan salam ta'zim, salam hormat khususnya kepada pengasuh pondok pesantren Al-Amin yang telah mempersilahkan beliau untuk hadir di tempat ini, di majlis ini, yang mudah-mudahan mempersilahkannya beliau kepada kami menjadikan sebuah kebaikan untuk beliau sehingga beliau diberikan panjang umur dalam keadaan sihat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Ayuhal kiram, fi hadha al waqtu dayyiq sanatahaddath an thalathat umur wa as'alullah al ikhtisar li'anna qus anis hadha maskin jam tuju bagi basawat ya maskin. أسأل الله الاختصار، لكن أنا أطلب الإذن. بابا إبو أرديري أتو جدوك أرديري. بسم الله زهقنا، تعبنا من الجلوس. أول أمر الحديث ما شاء الله نصيحة للعروسين، لأن العروس والعروس تقال للذكر والأنثى، لا يقال عروس وعريس. الله سبحانه وتعالى أيها الكرام لما خلق آدم عليه السلام، سيدنا آدم استوحش أن يكون لوحده
الله سبحانه وتعالى أوجد من ضلع آدم حواء لتكون رفيقته وأنيسته وجليسته، فأف حواء هي جزء من آدم. والنصيحة نقولها أن العروس هي جزء منك، فحافظ على هذا الجزء كما تحافظ على يدك وعلى عينك وعلى لسانك. Para jamaah yang diamati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan memberikan sebuah nasihat yang berjumlah 3 nasihat dan beliau ingin mempersingkat karena waktu yang sangat pendek. Yang pertama, beliau menukil dari sebuah keterangan bahwa sebuah mempelai atau pasangan mempelai, pasangan kedua mempelai suami istri. Tentunya diambil peristiwa ini, beliau menceritakan tentang peristiwa ketika diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan keadaan sendiri, Nabi Adam sedikit khawatir. Beliau khawatir akan kedelikan gundah. Dia merasa gundah, merasa khawatir karena dengan kesendiriannya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tulang rusuknya Ummunah Hawa. Sehingga Tuhan Hawa diciptakan oleh Allah, dan beliau menjelaskan bahwa proses penciptaan Siti Hawa sebagaimana menjadi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pasangan, teman, sahabat dan manusia yang melayani kepada Nabi Adam. Beliau menjelaskan tadi bahwa proses penciptaan Siti Hawa ini diciptakan, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Sehingga beliau mengatakan, menegaskan kepada mempelai pria bahwa istrimu ini adalah bagian dari diri kamu. Wa'ala anna hadhihi zawja hiya fiha kamalu dinik. Jaa fi hadits at-Tabarani 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man razaqahu Allahu imra'atan anta husnin wa dinin فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. Beliau kemudian menjelaskan tentang pernikahan ini, seorang istri ini merupakan sebagai bentuk untuk kesempurnaannya agama sebagai suami. Kesempurnaan agama seorang suami ini berada di istrinya, sebagaimana hadis yang beliau nukil yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pernikahan itu menjadikan sebuah sabab tentang kesempurnaan agama dan keimanan seseorang, dan ini berkaitan dengan posisi atau keadaan si seorang istri. Maka seorang istri ini merupakan sebuah bentuk kesempurnaan iman seseorang atau kesempurnaan ketakwaan seseorang suami. Wa al-mar'atu shalihah hiya sa'adatu al-insani fi dinihi wa dunyahu. جاء في حديث سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من رزقه ثلاثة من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. فحافظ على هذا حتى تكون إن شاء الله صاحب سعادة، لكن إذا أنت أغضبتها تعيش في جهنم بعد ذلك. اليوم تناسكت بأواسع إسرية صالحة. Ini merupakan bentuk kebahagiaan. Bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang menjadikan bentuk atau simbol kebahagiaan anak Adam. Yang pertama adalah istri yang salihah, kemudian tempat tinggal yang baik yang layak, dan kemudian kendaraan-kendaraan atau simbol-simbol. Ini bahasa dia saja, bahwa bukan yang dimaksudnya bukan harus berbentuk kendaraan yang baik, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang bisa menggantikan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baik. Maka seorang suami harus menjaga istrinya dengan baik sehingga kau akan menjadi golongan orang yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya tidak dijaga dengan baik, maka akan menjadikan kamu hidup sebagaimana di jahanam tua. Jadi, syurga atau jahanam?
خلاص إذا تريد شركة لا تغضبها. Kalau mau surga jangan marahi istrimu. Thumma masya Allah nisa'ya farahu khalas. Wakannahum azwajuhum yughdibnahum. Thumma al-wasiyya liz-zawja. Zawjuki wajib ta'ati. Wajib ta'ati min az-zawjati li-zawjiha. فقد قال صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي لا تستمع إلى أمر زوجها تبيت والملائكة تلعنها. Kemudian wasiat yang kedua untuk seorang istri, untuk istri, bahwa perlu kau ketahui taatlah kepada suamimu. Dan ini merupakan perintah sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi seorang istri yang tidak mau mendengar perintah suaminya, yang ini tidak mau taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malaikat melaknat seorang istri tersebut. Kemudian al-wasiyah tsaniya, masyaallah kiyani qal kull yawm huna mawjud maulid wa mahallu qiyam. Al-maulid, tilawatul maulid wa mahallu qiyam, هذه تدفع الآفات وتدفع النقم وتدفع البلاء والابتلاء. قال سيدنا الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه المآثر الشرح على الشمائل: ما من مسجد أو بيت أو محلة يتلى فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأمنوا من الغرق والحرق وفتنة اللصوص. وما من صاحب بيت يتلو في بيته مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويأمن في قبره من فتنة منكر ونكير، لأنه أظهر التعظيم فالتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian berikutnya beliau tadi sedikit menanggapi bahwa kiai kita, guru kita bercerita bahwa menjadi sebuah tradisi di tempat ini setiap ada kegiatan atau bahkan setiap hari tadi ya, itu selalu dibacakan maulid atau sejarah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beliau mengingatkan kepada kita bahwa ada sebuah makalah yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Syarah Syama'il, bahwa Al-Imam As-Suyuti mengatakan di mana tempat rumah, masjid ataupun berbagai macam tempat jika dibacakan di dalamnya sirah atau sejarah atau maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau suatu kampung, suatu desa, perkampungan, tidak terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, akan memberikan keamanan di tempat tersebut dari kebakaran, dari kebanjiran dan juga dari puting beliung, bahkan diamankan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari macam mara bahaya. Selanjutnya barang siapa si pemilik rumah atau pemilik tempat tersebut dia membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dilindungi, akan diberikan keamanan dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan sebab apa? Sebab kok sampai dilindungi oleh Allah semacam itu? Sebab begitu mengagungkan orang tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya kiram ala hadha al-maulid al-sharif wa tilawati wa ta'limihi li abnana hatta قال كثير من العلماء والصالحين يقولوا لابد أن نعلم أبناءنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نعلمهم الصلاة، لأنه لما يقرأ سيرة رسول الله، أخلاق رسول الله، صدق رسول الله، عبادة رسول الله، يصبح هذا الطفل يريد أن يتأسى وأن يفعل مثل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. Berikutnya beliau berpesan juga bahwa hal ini perlu dikembangkan atau perlu diajarkan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita.
agar supaya apa? Hal ini selaras dengan pendapat para ulama. Para ulama ini berpesan kepada kita bahwa ajarilah, didiklah anak-anak kita untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui apa? Melalui pembacaan maulid, pembacaan biografi dan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tadi mengatakan, ajarilah anak-anak kalian dengan membaca maulid, ajarilah sirah sejarah baginda Nabi sebelum kau ajarkan kepada anak kalian sholat. Kenapa? Sebab ketika kita ajarkan kepada anak kita, kenalkan anak kita dengan sejarah profil baginda Nabi besar Muhammad SAW, mulai dari perjalanan hidupnya, akhlaknya, perangainya, dan lain sebagainya macam yang ada pada diri Rasulullah, maka paling tidak si anak ini akan memiliki sebuah kecenderungan untuk bisa mengidolakan baginda Nabi sehingga ingin mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. المعلم الأخير ما شاء الله هذا أحسن هذا في مرحلة النزاع وهي أننا نعيش في شهر رجب ورجب أيها الكرام له فضائل ومزايا شهر رجب هو الشهر الرابع من الأشهر الحرم فالأشهر الحرم كما قال العلماء الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها الأجر والثواب ولذلك لا بد للمسلم أن يغتنم فيها الفرصة أولا جاء في الجامع للإمام السيوطي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس ليال أنتم إن شاء الله حفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليال لا ترد فيها دعوة يعني دعاء مستجاب الليلة الأولى من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة الأضحى واجب على الإنسان أن يغتنم هذا الشهر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مكانة هذا الشهر شهر رجب شهر رجب منذ الجاهلية كانوا يسمونه رجب الله يعني شهر الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه السيوطي في الجامع قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي العلماء قالوا شهر الله إيش مطلوب منك إذا كان هذا فيه نفحة من نفحات الله قال شهر رجب واجب على الإنسان أن يكثر فيه من الاستغفار عندنا في الطريقة لابد كل يوم استغفار ستهاري استغفار لما ريبو استغفار لما بولان رجب سراتوس امبات ساتو ريبو استغفار عفال بربا ستهاري بربا لما بولان رجب سراتوس الحمد لله قال فواجب علينا أن نستغفر الله وشعبان شهري قال العلماء شعبان شهر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورمضان شهر أمتي يعني أنت لابد أن تجتهد في شهرك والعلماء قالوا في رمضان لابد أن نجتهد في تلاوة القرآن سيدنا الإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة 60 الإمام الشافعي ساتهاري ختم قرآن دوكالي فلا بد أن يكون حالك في رمضان حال المجتهد فهم؟ إيهو فهم؟ إيهو والحمد لله ما شاء الله خشوع باسمك اللهم أموت واسمك أحيا تفضل
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan beliau yang ketiga, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bersama saat ini kita berada di bulan Rajab. Beliau menjelaskan bahwa bulan Rajab ini merupakan bulan yang termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bulan haram. Oleh sebab itu beliau menjelaskan tadi menukil daripada pendapat para ulama bahwa ada apa sih di dalam bulan Muharram tersebut. Penjelasan para ulama mengatakan bahwa di bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa taala, di bulan haram, salah satunya bulan Rajab. Di bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan kebaikan. Oleh sebab itu beliau menekankan kepada kita agar kita betul-betul mementingkan, betul-betul memanfaatkan, menggunakan bulan yang penuh keagungan ini untuk memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Hal ini pernah diajarkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Beliau menukil hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 5 malam di mana pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa daripada hambanya. Maksudnya Allah akan mengijabah permintaan hambanya di 5 malam tersebut. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua malam Nisfu Syaban. Yang ketiga malam Jum'ah. Yang keempat malam Idul Fitri. Dan yang kelima adalah malam Idul Adha. Oleh sebab itu beliau termasuk ini kita berada di malam bulan Rajab, yang tentu bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Maka pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan kebaikan. Sebagaimana hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Kemudian setelah Rajab ada bulan Syaban. Syaban disebut oleh baginda Nabi sebagai syahri bulanku. Dan setelah Syaban ada bulan Ramadan. 3 bulan berurutan disebutkan oleh baginda Nabi bulan Rajab sebagai bulannya Allah, bulan Syaban bulannya Nabi Muhammad, dan nanti bulan Ramadan setelah Syaban adalah bulannya umatku. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan Syahrullah ini apa? Yaitu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sedang mengobral kebaikan, sedang mengobral pahala dengan dilipat gandakan kebaikan dan pahala. Sehingga para ulama menegaskan hendaknya kita perbanyak dengan memperbanyak membaca istighfar ampunan kepada Allah di bulan Rajab. Selanjutnya di bulan Syaban, makna atau penjelasan tentang wa Syabanu syahri, yaitu para ulama menjelaskan bulan Syaban adalah bulan di mana kita harus memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan karena ini merupakan bulannya kita, maka kita ditekankan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau di dalam bulan Ramadan khatam membaca Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Dan tadi di bulan Rajab, amalan bulan Rajab memperbanyak istighfar. Kalau orang-orang thariqah di luar bulan Rajab, mereka membaca istighfar setiap hari 5.000 kali. Ketika bulan Rajab, mereka membaca istighfar sebanyak 141 ribu kali. Tumma fi Rajab hatta la nutil nu'addid a'mar Rajab. Dzakar Sayyidina Wahb bin Munabbih radhiyallahu anhu anna jami'a anhar ad-dunya tazuru Zamzam fi Rajab. Qalu qara'tu fi ba'd al-kutub anna man qala fi Rajab al-'amal هذا يحفظوه دعاء رجب. من قال في رجب اللهم اغفر لي وارحمني و ها
هذا دعاء بين سجود رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذا الدعاء رب اغفر لي وارحمني واغفر لي واهدني وارزقني. هذا الدعاء قال عنه العلماء من قاله أصاب خير الدنيا والآخرة. لكن غلام رجب دعاء خصوص اللهم اغفر لي وارحمني وأكرمني. اللهم اغفر لي وارحمني وأكرمني. من قال ذلك في رجب 70 مرة لم تمس له النار له جلدا. Selanjutnya beliau agar tidak terlalu panjang, beliau langsung saja kepada salah satu yang banyak keistimewaan bulan Rajab. Jadi beliau menjelaskan, menukil bahwa di bulan Rajab ini semua sungai atau semua hari ini mereka mengunjungi sumur Zam-Zam sebagai bentuk penghormatan kepada bulan Rajab. Selanjutnya beliau membaca di beberapa kitab tentang amalan yang dianjurkan untuk dibaca, diamalkan di bulan Rajab, yaitu bacaan atau amalan Allahumma gfirli warhamni wa akrimni. Kapan proses ini? Sab'un. Dibaca 70 kali. Barang siapa yang dawam membaca bacaan ini sebanyak 70 kali, maka dia akan tidak akan disentuh oleh api neraka kulitnya. Fi Rajab قال لابد لنا أن نحافظ على سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله سمونيا وأنا أبوء فإنه لا يغفر ما شاء الله من تول حفظ. هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه سيد الاستغفار. واجب علينا دائما هذا الاستغفار يكون حالنا. ومشايخنا كانوا يعلموننا أن نقرأ ليس في رجب فحسب سيد الاستغفار، بعد صلاة مغرب كل يوم تجد الخير. من أعمال رجب يا كرام في آخر جمعة في رجب قال أهل الحكمة والعلم، من قال في آخر جمعة في رجب أحمد رسول الله محمد رسول الله كم مرة؟ ما شاء الله حفل هذا، ما شاء الله هذا عالم. 35 مرة لم يفقد النقود من يده، ما شاء الله. الله يعطي رزق واسع كثير حلال إن شاء الله. Selanjutnya beliau memberikan amalan berikutnya di bulan yang diamalkan di bulan Rajab adalah banyak membaca Sayyidul Istighfar. Dan Sayyidul Istighfar yang dimaksudkan adalah sebagaimana sesuai dengan teks atau narasi dari baginda Nabi Musa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar, bahkan kalau beliau dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar bukan hanya di bulan Rajab saja, tetapi di bulan di luar bulan Rajab setiap pada maghrib juga dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang selanjutnya, yang berikutnya, amalan Rajab yang beliau beritahukan kepada kita adalah ketika di hari Jumat terakhir di bulan Rajab dan ketika sang imam, sang khatib sedang duduk di antara dua khutbahnya, yaitu membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Maka apa jaminannya? Jaminannya kita tidak akan diberikan kefakiran, akan selalu diberikan rezeki yang terus mengalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aham al-ad'iyah fi Rajab ya kiram huwa du'a an-nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi
وشعبان. قال هذا الدعاء أنت تطلب فيه التوفيق من الله سبحانه وتعالى حتى يعينك على الطاعة في رجب في شعبان وتكون في قوة في الطاعة في رمضان. لذلك سيد الغوث الأعظم سيد الباز الأشهب سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كان من دعائه في رجب يقول: إلهي قد تعرض لك المتعرضون وقصدك القاصدون وتأمل من جودك وفضلك المتأملون ولك في هذه الليلة عطايا ومواهب. ويكمل الدعاء لأنه يعرف أن هذا الشهر فيه خير وبركة وفيه توفيق من الله سبحانه وتعالى، فكيف يا كرم نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا الشهر مبارك لنا في الأعمال، مبارك لنا في الأرزاق، مبارك لنا في التوفيق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم التوفيق إلى طاعة الله في شعبان، ثم تكون ثمرة ذلك شهر رمضان. Beliau terakhir menjelaskan tentang pada amalan bulan Rajab ini sebagaimana yang diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpenting adalah doa atau lafaz amalan yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena doa ini merupakan doa permintaan Rasulullah kepada Allah memohon taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab sampai nyambung diberikan pertolongan untuk melakukan kebaikan di bulan Syawal sehingga diberkahi oleh Allah di bulan Rajab, diberkahi oleh Allah di bulan Syawal sehingga dia akan menjadi sosok yang memiliki hati yang bersih untuk menghadapi keagungan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, beliau pun tadi menukil tentang kebiasaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika datang masuk bulan Rajab, beliau sampai melafalkan atau menyusun doa yang khusus di bulan Rajab. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun sekelas beliau tetap beliau memanfaatkan bulan Rajab dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan beliau sekali lagi tadi menjelaskan tentang permintaan kita kepada Allah tentang taufik agar kita betul-betul diberikan taufik oleh Allah sehingga bisa memanfaatkan, bisa mengisi bulan Rajab ini dengan kebaikan, dengan kebaikan, dan sehingga kita pun akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan kebaikan di bulan Syawal kelak, sehingga jika kita sudah melakukan kebaikan antara bulan Rajab dengan bulan Syawal maka kita akan memiliki, akan dibersihkan hati kita oleh Allah dan kita akan mendapatkan pertolongan untuk bisa mengamalkan kebaikan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Al-Ta'ah. Amin. An-Yazubna husnul qawl wa husnul amal. Amin. إنه على ما يشاء قدير وهو نعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أنت خلاص سدى عقد نكاح؟ الحمد لله. إن شاء الله ما شاء الله الله يبارك له ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه ويحفظ أهله ويحفظ زوجه ويحفظه على الطاعة ويبقيه على الطاعة ويجعله إن شاء الله من العلماء والصالحين. نسأل تبارك وتعالى أن يجعل هذا الصوت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وخضرته دائما موفقا بحول الله وقوته وبركته. جدنا الغوث الأعظم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله Bapak Ibu, cici, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, dan para kiai juga pimpinan pondok pesantren dan juga hadir bersama kita Bapak Kapeanto, Kasat Bimas Polres Kabimai yang juga berkenan menyempatkan diri bersama-sama kita hadir. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Syekh yang telah memberikan oleh-oleh buat kita semua dan juga buat Gus Ahmad Anis sebagai pentranslit. Alhamdulillah kita bingung juga tadi ya. Tadi sebenarnya saya mau menyampaikan, tapi karena saya sudah MC, nggak jadi biar usulnya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan duduknya kita pada hari ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di dalam beramal kita memerlukan kesabaran, ya. Kita diuji kesabaran kita untuk menunggu waktu yang sudah malam ini juga masih mendengarkan yang disampaikan oleh Syekh kita yang luar biasa.
ya lebih lagi beliau yang melihat kondisi di Palestina sana di Gaza memang porak-poranda, lebih diuji lagi kesabaran daripada kita. Kita belum apa-apa, hanya menunggu sesaat ini saja, dan itu pun kita mendapat ilmu yang diberikan olehnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kiranya dapat menjadi ingatan kita juga bahwa benar-benar banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan, terutama di 3 bulan ini, bulan Rajab, bulan Syakban, dan terlebih lagi bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Sehubungan dengan hari dan juga tentunya ya, kita turut prihatin dan berduka, ternyata 3 putra beliau juga termasuk syahid di Palestina. Kita doakan semoga Allah sayangi mereka dan ditempatkan tempat yang sebaik-baiknya sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, berhubung hari semakin larut, berkemungkinan di antara Bapak dan Ibu sekalian masih ada keperluan lain yang masih dilaksanakan pada malam hari ini, maka mohon maaf kami tidak dapat menghantar satu persatu. Hanya kami iring dengan doa, semoga sepeninggalannya Bapak dan Ibu dari kediaman kami ini, dari pondok pesantren ini, sampai di rumah kembali berkumpul sama keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon maaf mungkin ada yang belum tersampaikan undangan. Ini juga merupakan undangan resmi dari keluarga besar Bapak Kiai Jenal untuk besok kiranya dapat hadir bersama-sama kita di sini dalam rangka syukuran walimatul maus putri beliau yang ada di depan kita bersama pada malam hari ini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi atas nama Syekhul Baik Bapak Kiai Jenal mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf atas khilaf dan salah mungkin tempat maupun sesuatu yang diberikan tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu sekali lagi kami mohon dapat dimaafkan. Kapal berlayar, lemparkan sauh, nahkoda penumpang turun ke darat. Dua keluarga yang tadinya jauh dengan pernikahan ini ananda menjadi dekat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر